اليوم يزدهي هذا الصباح الجميل بحضور قامة عراقية عالية، هو الأستاذ الدكتور إبراهيم الحلاب، هذا العلم العراقي العالي. أولاً أهنئكم لمناسبة الذكرى 9 لتأسيس كليتكم العتيدة، كلية النور الجامعة. وأبتدئ فأقول أن التعليم في العراق وقبل 100 سنة وقبل 100 سنة وأكثر كان بيد الأهالي، ولا ننسى حتى الدراسات العليا أيضا لازم يكون عطائي أكبر من عطائي في الكلية الرسمية. يسمعوني الطلاب كانوا بالدراسات، أقول في الجامعات أرقام ورموز. بمناسبة الذكرى 9 لتأسيس كلية النور الجامعة، أقامت الكلية المهرجان الثقافي، الأسبوع الثقافي للكلية، يتضمن مجموعة من النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية. تضمن المنهاج الثقافي محاضرة اليوم للأستاذ إبراهيم العلاف بإلقاء محاضرة عن الجامعات الأهلية، وأخذ كلية النور الجامعة نموذجا. أتمنى الموفقية والنجاح لهذه الكلية، وإن شاء الله تتبع الأسلوب الصحيح في التعليم لتكون من النماذج الفريدة على مستوى التعليم العالي والأهلي في العراق. نحن اليوم في رحاب كلية النور الجامعة، حيث تشرفت بإلقاء المحاضرة الاختتامية للأسبوع المخصص للاحتفاء بالذكرى 9 لتأسيس كلية النور الجامعة. محاضرتي كانت عن التعليم الأهلي في العراق، واقعه ومشاكله. والحقيقة موضوع التعليم الأهلي هو من الموضوعات المهمة التي يجب أن نكرس لها الاهتمام. التعليم الأهلي في العراق حقيقة يعاني من بعض الإشكالات، والذي نراه أنه يجب أن يكون متميزا عن التعليم الرسمي، وأن لا يكون نسخة مكرورة من التعليم الرسمي، وأن يلبي بعض احتياجات المجتمع وبعض التخصصات التي تساعد في عملية تنمية البلد وإعادة النهوض من جديد. يعني هذا القطاع الأهلي العالي في التعليم العالي مظلوم، وهنالك تقولات كثيرة تمس هذا التعليم ورصانته، ولكن في الحقيقة هو موازي وسند حقيقي للتعليم الحكومي ورصين مثل التعليم الحكومي، يراعي ضوابط الوزارة بشكل سليم، ويعني يتبع جميع تعليمات الوزارة، شأنه شأن التعليم الحكومي لا فرق. الفرق الوحيد أن الطالب يدرس هنا لقاء مبلغ، ولكن ليس لقاء تساهل وليس لقاء يعني تعويم أو تعبير. الحقيقة أن الدراسة هنا رصينة، شأنها شأن التعليم العالي الحكومي. لذلك مثل هذه المحاضرة مهمة جدا لإماطة اللثام عن حقيقة ما يحدث في التعليم العالي الأهلي من دراسة تراعي ضوابط الوزارة وتعمل بها. مناسبة الذكرى 9 لتأسيس كلية النور الجامعة، أقامت عدة فعاليات كليتنا من فعاليات ثقافية وفعاليات أدبية، وآخر الفعاليات اللي قامت فيها كلية النور الجامعة هي محاضرة لتعريف التعليم الأهلي في كليتنا، وقد أشاد الدكتور المحاضر في محاضرته في كلية النور الجامعة وبالمنتجات العلمية التي قامت به تقديمها للتعليم الأهلي وكذلك للتعليم في محافظة نينوى.